عليا، ازيك؟ ازيك يا دعاء، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. ممكن اسال حضرتك شغله حاجه؟ اسالي، اتفضلي يا فندم. ممكن انا دلوقتي شغاله في مكتب. ممكن تعلي صوتك بس شويه؟ علي صوتك يا علي. شغاله في مكتبه؟ اه تمام. انا لما بروح اشتري مشتريات للمكتبه دي بيطلع لي الراجل اللي انا بشتري منه المشتريات بيطلع لي زي كده ايه، حاجه على الفاتوره ليا انا. الحاجه دي حرام ولا حلال؟ بيطلع لك حاجة هدية يعني ولا خاص؟ فلوس. بص يا فندم، هي بتشتري حاجات، اللي انا فهمته ان انت حضرتك بتشتري حاجات للمكتبة اللي انت شغالة فيها، وبتروحي تجيبي حاجات بالجملة، واللي انت بتشتري منه يعني بيكتب الفاتورة باقل من اللي انت واخداها، صح كده؟ بالظبط كده. بيطلع لي على فاتورة بقى مبلغ، يعني مثلا 100 جنيه ايوه فهمت، عشان على حسب قيمة الفاتورة. ايوه بالظبط، كوميشن عشان تروحي تشتري من عنده. بالظبط كده. ترجمة فده كده ايه، من حقي ولا لا؟ عمولة. عمولة، بتاخد عموله على الحاجات اللي بتشتريها من عنده. طيب، طب انا اسالك سؤال يا فندم. اتفضل. من باب استفتي قلبك، انت مطمنه للموضوع ده؟ ما عشان كده مش عارفه، انا قلت اسال. طيب حاضر، هجاوب حضرتك. بص يا فندم، إيه؟ الحاله بتقول لا مش مطمنه. ما هي لو مطمنه ما كانتش سالت. ليه النبي قال استفتي قلبك؟ بس مش اي قلب زي ما قلنا في حلقات قبل كده. بص يا فندم، اي حد بيعمل في اي هيئه من الهيئات او شركه او مصنع او حاجه خاصه او عامه، وبعدين بيبقى في حاجه اسمها مناقصات، هنخليها من الاعلى للادنى بقى. فبعدين بيقول لك ايه، هتشتري مثلا مبلغ كذا من المكان الفلاني، فبيجي الناس بتوع اللي هم اللي عندهم البضاعه او السلعه، يقول لك ايه يا دعاء او يا احمد، تعال اشتري من عندنا وانا ايه، وانا اديك ما دي رشاوي. دي رشوه. ايوه دي رشوه مقنعه. وسيدنا النبي قال لعن الله الراشي والمرتشي والرائش. الراشي اللي هو دفع، والمرتشي اللي هو خد، والرائش يعني الوصفه. هي على فكره بتبقى بصورتين، صوره ليجل او قانونيه، يعني انه مثلا في حاجه اسمها عموله فعلا. لو انا مثلا في نقطه بس على بيبقى صاحب على الشغل عارف بالظبط كده، الطرفين عارفين يا فندم. الطرفين عارفين. انا بشتري لدعاء حاجه ب10، فانا جبتها ب8، فهي قالت لي لا، الاثنين اللي فوق الثمانيه دول بتوعك خلاص. فلو علم صاحب المال يبقى خلاص حلال، ما علمش يبقى ده مال حرام، وده غش، وهذا خداع وخيانه للامانه ورشوه، ولا ومش هتلاقي فيها بركه. لعن الله الرأي. وخدي بالك، الاسم على حضرتك وعلى اللي باع لك وعلى اللي وافق وعلى اللي شاف وسكت، كل ده حرام شرعا. طيب هي لو، خليني برضو اسال، هي لو رايحه كده كده بتشتري بالجمله من اي حد خلاص كده كده، يعني يعني بنفس السعر هتجيب من هنا زي ما هتجيب من هنا زي ما هتجيب من هنا، ماشي. والمكتبه مش مضروره بالموضوع ده، يعني هم موكلينها روح اشتري. الراجل بقى اللي بيشتري منها بيرضيها، اللي هي بتشتري منه، اللي هي بتشتري منه بيرضيها، لانها كل شويه بتروح له. ما يبقاش بيرضيها. لكن الشروط، ما يبقاش في خداع ولا غش ولا خيانه للراجل التاني، ويفضل ان هي تعرف التاني من باب الاخذ بالاحوط بقى، عشان ما ندخلش جيوبنا في ان الراجل بيراضيني ب 100 جنيه. والله الراجل اداني يا عم الحاج النهارده، او يا باشا الراجل اداني 100 جنيه، الراجل اداني 200 جنيه، وبالعكس انت هتزيد في نظره سبحان الله، وتبقي خدت فلوس حلال. هي كلمه، وخدي بال حضرتك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اتركه لله. وانا بحييك ان انت سالت السؤال ده، لان السؤال ده في ناس كتير دلوقتي بيسمعونا وواقعين في نفس المطب ده. ان صاحب العمل ما علمش يبقى دي خيانه للامانه، ودي رشوه ولعن. وسيدنا النبي قال له كده لما سيدنا معاذ راح لليمن يجمع الزكوات، فقال له هذا لكم وهذا اهدي الي. فسيدنا النبي زعل، قال له هلا جلست في بيت ابيك او امك لتنظر ايعطوك ام سيمنعوك. فهو الراجل اللي بتشتري منه ما اداكيش ده الا عشان انت ايه؟ اشتريتي منه، عشان انت شغاله هنا، فدي فيها شبهه، فابتعدي عنها افضل.